السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح أكمل على شرح زميلتي في الفيديو الأول التي شرحت عن كيفية الدخول لبرنامج سمايل بوكس وكيفية تصميم فيديو. سوف أقوم بشرح كيفية تصميم صورة. أولا نقوم بالدخول لبرنامج سمايل بوكس. فتح معانا البرنامج. مثل ما احنا شايفين هناك العديد من التصاميم، راح اختار بيرثدي، راح اختار التصميم. هناك العديد من التصاميم، هناك 67 تصميم، راح اختار اول تصميم بالتصميم. عشان يتحمل التصميم بطل التصميم. بهالتصميم راح اعلمكم شلون نغير نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. اضغط على الكلام واغير نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. اقدر اخليه يمين، اقدر اخليه يسار، واقدر اخليه بالوسط. مثل ما سوينا فوق نسوي تحت. أغير نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. وعلى اليمين مثل ما احنا شايفين القائمة الموسيقى. أول اختيار نوع ميوزك بدون موسيقى، ثاني اختيار اختيار الموسيقى. أول تصميم راح اختار نوع ميوزك، ثاني تصميم ثاني اختيار الخلفية، خلفية التصميم. في أكثر من خلفية، راح أختار هالخلفية. ثالث شيء نضغط ونشوف التصميم اللي احنا سويناه. مجرد ان نضغط راح يطلع لي التصميم اللي انا سويته. مثل ما احنا سوينا غيرنا نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، والتصميم بدون موسيقى. رابع شيء شير اور برنت اور اندز ذا دي في دي، شير ديزاين، اندز ذا ايميل، اندز او نحطه بالفيسبوك، او نسوي له برنت، او نسيفه بالدي في دي. راح اسيب التصميم اللي سويته، راح اضغط سيف، تسيب لي التصميم. مجرد اني اسيب التصميم اللي سويته راح يطلع لي هني اسم التصميم اللي سويته، راح يطلع لي اليوم والتاريخ. بأي تصميم اسوي مجرد اني اسيبه راح يطلع لي مربع فوق اسم التصميم اللي سويته واليوم والتاريخ. هذا اول تصميم سويناه مع بعض، عبارة عن تصميم كتابة. غيرنا نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، حطينا بدون موسيقى، وغيرنا خلفية التصميم. راح اختار تصميم ثاني، راح اختار هالتصميم. اضغط هنا عشان يتحمل لي، اضغط نو ثانكس، راح يتبطل التصميم. هالتصميم راح نلاحظ انه في صورة، راح اغير الصورة، نتعلم مع بعض ان شاء الله. اذا ثاني مرة نستخدم هالبرنامج راح يكون لي في الصور اللي استخدمتها بالمرات اللي
طافة. هالصورة محملتها قديمة، إذا أبي أمسحها أضغط على الصورة نفسها بالزر الأيمن وأضغط Clear Delete، راح تروح الصورة. أضغط على مكان الصورة راح يطلع نحمل الصورة عن طريق البرنامج نفسه أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الكمبيوتر. راح أضغط عن طريق الكمبيوتر، راح أنزل هالصورة، أضغط أوبن. كشرح بسيط، إذا أبي أحط الصورة هني مجرد إني أسحب الصورة وأحطها هالمكان راح تكون موجودة هالصورة. أول اختيار نغير اتجاه الصورة، أول زر نضغط عليه غير الاتجاه الصورة، راح أخليه طبيعي. ثاني شيء الزوم، أقدر أزوم هالصورة، أقدر أبعد، راح أخليه بعد. فيكس التأثير، أقدر أختار أكثر من تأثير، هني أقدر أغير اتجاه الصورة، هالتأثير يتغير للألوان أو بلاك أند وايت، أو هالتأثير راح يغير للألوان. إذا أبي أشيل التأثير ضغطت عليه بس غيرت رأيي وما أبي، أضغط مرة ثانية راح يزيل لي التأثير، أضغط مرة ثانية راح يرد لي الألوان. بلاك أند وايت هو الواضح، راح أشرح عليه، راح أشيل هذا راح أشرح على بلاك أند وايت. هالصورة صارت أبيض وأسود، إذا أبي أشيل هالألوان وبردها طبيعية أضغط مرة ثانية راح ترد لي الألوان نفس ما هي. راح أضغط سيف، راح تسيف الصورة. إذا ما أبي الصورة أضغط كلير، راح تمسح الصورة بس أبيها راح أحطها داخل. نغير نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، وأحطها على اليمين عشان نميز. نفس ما سوينا فوق، أغير نوع الخط، حجم الخط، وأحطها باليسار عشان نميز. نفس ما سوينا فوق، نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. نفس ما سوينا، نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. راح أكبره عشان يبين إني نغير نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. هالتصميم نزلنا صورة وغيرنا نوع الخط وحجم الخط ولون الخط. مثل ما احنا شايفين على اليمين ميوزك الموسيقى، أول تصميم اخترنا نو ميوزك. هالتصميم راح نختار موسيقى، إذا أبي أسمع الموسيقى اللي هم حاطين لي إياها أطق بلاي هالموسيقى اللي بالتصميم، إذا أبي أشتر أطق ستوب نسمع هالموسيقى أضغط عليه أطق بلاي. أضغط على الموسيقى أطق بلاي ستوب، راح اختار هالموسيقى. وتحت مثل ما سوينا بالتصميم الاول غيرنا الخلفية، راح نضغط فوق ونشوف التصميم مع بعض، راح يتغير لي الالوان، راح تطلع لي الصورة، راح تطلع لي الموسيقى عكس التصميم الاول. شير ديزاين نفس ما سوينا بالتصميم الأول، عبر الإيميل، عبر فيسبوك، برينت،
أو save to DVD. نضغط save ونغير اسم الديزاين birthday birthday 9 save. نضغط save راح يتسيف لي التصميم. وبتدي تزيد لي التصميم مثل ما شرحت أول تصميم. راح يطلع لي المربع فوق بيرثدي تاريخ واليوم. هذا ثاني تصميم سويته. تعلمنا مع بعض شلون نغير نوع الخط، حجم الخط، لون الخط، ونحط النص يمين أو يسار أو بالوسط، ونغير الصورة، ونحط موسيقى، ونغير الخلفية، ونسيب الصورة. راح أنتقل حق نوع ثاني من التصاميم. أضغط هون، راح أختار غير البرفتي، راح أختار ويدي. راح أختار هالتصميم، راح أضغط هنا، راح أضغط على التصميم، أحط نو ثانكس، راح يتحمل لي التصميم. وبكذي نزلنا التصميم اللي احنا اخترناه. هالتصميم راح نغير نوع الخط، حجم الخط مثل ما تعلمنا بالتصاميم السابقة، والاتجاه. هالتصميم بس في شيء واحد اللي هو غير عن التصاميم اللي أنا سويتها، اللون. اللون لون الإطار، لون النقشة نفسها، لون التصميم نفسه. هل الخاصية ما كانت موجودة بالتصاميم اللي أنا سويتها. أضغط على واحد، أضغط هنا، أضغط على اللون، أضغط أغير اللون الزخرفة اللي بالتصميم نفسه، يعني أغير النكشة اللي داخل التصميم. هذه خاصية ما كانت موجودة بالتصاميم اللي قبل، بس هذا اللي كنت بوريكم. نضغط، راح أختار هالتصميم هني، أضغط نو ثانكس عشان يتحمل لي التصميم. هالتصميم راح نشوف خاصية ثانية اللي هي الشرايح اللي تحت. إذا أبي أزيد شريحة واحدة، أضغط Add Slide، أضيف شريحة واحدة. إذا أبي أضيف خمس شرايح، أضيف خمس شرايح مع بعض. وإذا أبي أمسح شريحة، أضغط عليها وأضغط Delete. إذا أبي أضيف أحط Add، إذا أبي أمسح أحط Delete. نفس ما إحنا تعلمنا نغير النوع واللون والحجم. وبالنهاية أتمنى يكون استفدتوا معي، ويكون شرحي واضح ومفيد، والبرنامج سهل وما واجهت أي صعوبة. أتمنى إني شرحت شرحت عدل، وأتمنى أنكم استفدتم. إلى اللقاء، مع السلامة.